أحلامنا لما بتتحقق حياتنا بيبقى ليها شكل تاني، بنشوف النجاح وبنحس الأيام بقت أبيض فأبيض. وهو نجاحه ابتدى مع أول صفارة في الملعب. تعالوا نشوف حياة محمد شوقي في عقارب الساعة. كابتن محمد شوقي منورنا. شكرا لسيكي، سعيده جدا ان انت بتصور معايا النهارده. انا كمان مبسوط جدا ان معاكم النهارده. اتمنى ان انت تفتح لنا قلبك وتتكلم معانا بصراحه. ما نشوف الصراحه. لا ان شاء الله يكون طريق ابيض. ده ان شاء الله يعني لا. هقول اللي جوايا، وانا من الشخصيات اللي بحب اقول اللي جوايا. اوكي. وبحب اقول بصراحه، وده اللي مودينا. طيب بداية. يلا نبتدي عقارب الساعه. يلا بينا. طب احنا هنبتدي بالابيض ونشوف الابيض هيكون في حياتك اكتر ولا الاسود. شوف، بتحبي يتقال عليك لاعب المصري سابقا ولا لاعب الاهلي سابقا؟ لا الاثنين يعني. الاثنين طبعا. اني اعز على قلبك. مفيش حرام ان انا اقول حاجه واسيب حاجه، مش دبلوماسيه في الكلام في ردي، ولكن النادي المصري كان فتره من حياتي مهمه جدا في حياتي اللي خلاني اروح النادي الاهلي. النادي الاهلي كانت مهمه جدا جدا في حياتي برده، واللي خلاني برده محمد شوقي اللي موجود يعني. فما اقدرش اقول ده او ده، لا احب اقول احب الاثنين يتقالوا لي. طيب لما كنت بتلعب في نص الملعب كنت دايما لازم تبقى باصص على اللي جنبك، عشت حياتك باصص على مين؟ ده مين اللي قالك السؤال ده؟ هو فعلا يعني في الكوره طب وفي الحياه؟ في الحياه تعرفي ما فيش حد فعلا؟ يعني ما كنتش بتبص على حد ومركز معاه؟ حبيبة، أخ، أب، أم، أكيد يعني بنعيش حياتنا باصين على حد ومركزين معاه. مش لازم تبقى بالنية الوحشة عشان إحنا في الأبيض. لا أنا فهمت السؤال غلط يعني. كان قصدي من السؤال ان انا باصص لحد عايز ابقى زيه يعني حاجه زي كده. لا انت قصدك في الحياه عموما يعني. هي ممكن في الحالتين على فكره. لا في حياتي العمليه لا ما كنتش مش باصص على حد. ما كنتش باصص على حد. ما كانش عندك مثلا كان كل يوم طموحي بيتغير من انا ممكن عايز ابقى كده عايز ابقى كده عايز ابقى كده، ولكن ما كانش حد محدد بالنسبه لي في حياتي، ولكن اللي جنبي واللي باصص لهم دايما عيلتي، اذا كان امي وابويا واخواتي او مراتي واولادي. دول بقوا يعني او هم من زمان محور حياتي قبل ما اتجوز. كان عيلتي امي وابويا واخويا واختي، وبعد ما اتجوزت بقى كلهم على بعض، ولادي الاثنين ومراتي. ايه اليوم اللي افتكرته يوم اسود وفي الاخر طلع يوم ابيض؟ فكرته اسود وطلع ابيض او ساعه، مش شرط يوم. لا ليه كلنا في حياتنا حصل لنا مواقف حسينا ان هي محتاجه افكر بالظبط اسود قوي وفي الاخر اكتشفنا ان هي كانت بيضه زياده عن اللزوم. يمكن لما سبت نادي معين حسيت ان انت بتغششيني يعني. انت سيبت نوادي كتير وتغيرت من نوادي كتير. اكيد كان في النص بتحس ان اليوم ده يوم اسود وبعد كده بتحس ان ربنا ده. هي كانت العكس بالنسبه لي. بالنسبه لي كانت العكس. ازاي؟ ان هي حاسس ان هو ابيض وقلب بقى اسود. طب قول لنا ايه الموقف بالعكس يعني. قول لنا لو بالعكس عندي. في مثلا في المره الثانيه. المره الثانيه في النادي الاهلي، لان انا سبت النادي الاهلي باول مره، رحت احترفت في انجلترا ورجعت تاني. المره الثانيه لما قدمت جواب بخط ايدي ان انا اسيب النادي الاهلي. ندمت على اليوم ده ليه؟ لان ما كانش ينفع اعمل كده. ما كانش ينفع ليه؟ ما شفتش نجاح تاني غير نجاح النادي الاهلي؟ كنت حاسبها كده فعلا. ما كانش محسوبه صح لما خدت القرار. وكمان عشان في الكوره وكلامي في الكوره ما كانش ينفع اتنازل عن 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 نفسي عشان شويه مشاكل وشويه حاجات بتحصل لاي لعيب، ولكن حسبتها انا غلط. انت سبت النادي عشان كابتن حسام البدري. بتكلمه دلوقتي ولا مفيش؟ بتكلم عادي. بتكلم عادي، بتقابل في كل حته وسلام على بعض، حتى لما حصل له قبل كده مشكله
لما كان هو ماسك نادي في ليبيا حصل له مشكله وكلمته واطمنت عليه. لا دي حاجات. طب قبل ما تاخد القرار ما قررتش ان انت تكلمه؟ اصل لو هرجع تاني لل للزمن للزمن وللكلام لان الموقف حصل مرتين ما كانش ينفع اتكلم تاني. اتكلمت مره اولانيه وعدى سنه كامله او سنه ونص والزمن عاد نفسه تاني بنفس اللي حصل قبل كده والسيناريو اللي حصل قبل كده وبيتكرر تاني. انت حسيت ان انت اتظلمت؟ يلا نمشي بعقارب الساعه في فقره الاسود. يلا يلا بينا. جينا لفقرة الأسود وأتمنى إن أنت تكون صريح معانا وتجاوب على الأسئلة. أنا معاكي. طيب أنت قلت إن الأبيض والأسود في حياتك زي بعض، شبه بعض. إحنا كلنا في عقارب في حياتنا، عقارب الساعة، بس كمان في بشر شبه العقارب، قابلتهم كتير؟ أكيد طبعًا. صدعت منهم؟ طبيعي. مين العقرب اللي في حياتك ما بتنساهوش؟ ده كلام؟ ده كلام؟ يعني ده مش كلام ده. ليه؟ لان يعني لو ما قلتش الاسم قول لنا الموقف. موقف الموقف حصل هيبان وهو هيفتكر نفسه يمكن ضميره يوجعه يعني، احنا في ايام مباركه. اصل كلمه هتبقى كبيره وهتوجعه قدام كاميرا وقدام ناس وكل حاجه، فانا بعد اللي عمله ما اقدرش اقول الموقف وما اقدرش اقول اسمه. اوكي. هو موقف شهير يعني الناس كلها عارفاه؟ ممكن الناس تكون عارفاه. طيب بلاش كده، خلينا نقول مين لدعك وأثر فيك وضايقك وتعلمت منه ايه؟ وبتقول له ايه؟ مش عاوزين نعرف الموقف. هي نفس السؤال. لا 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 احنا رسالة منك ليه؟ ما انا بقول لك لو واجهت له رسالة يبقى مش لازم تقول الاسم. انا مش هقول اسم. يعني طيب مش هقول اسم. ولكن انا بقول لك ما انت دلوقتي قلت ان انت اتلدعت وقلت ان هو موقف شهير فاكيد الناس اللي عارفينك عارفين ان انت بتتكلم عليه فممكن تقول له رساله او تقول اتعلمت من الموقف ده ايه. هتكلم في العموم. اكيد كلنا مرينا بناس زي كده وبظروف زي كده ولكن هرجع اقول لك برضه الصبر. بالظبط. في ناس بيعلمونا الاساسية. في ناس بيعلمونا ان احنا ما نسامحش. بس برضو الصفات الشخصيه لكل واحد بتفرق. طب انت سامحت؟ وتربيته بتفرق. انا بالنسبه لي مش موضوع سامحت ولا ما سامحتش ولكن ممكن انت قلتي حاجه مهمه. لا الصبر. علمك الصبر؟ علمك الصبر على الاذيه ولا علمك الصبر على الحزن والوجع اللي جواك؟ يعني لما بتتاذي تاني بتصبر ولا خلاص كفايه؟ ما تسمحش لحد يلعب معاك تاني نفس اللعب. بصي مش عارف اجيبها المعنى بالظبط ولكن زي ما كنت احنا اتفقنا ان انت هتفتح قلب. طبعا بس اجيب لك المعنى بالظبط. انا بتكلم زي ما انت بتصبري على شغلك ازاي وبتقابلي في حياتك عقبات كتير جدا وبتصبري صح. هو نفس اللي انا اتعلمته الموقف. كان لازم يبقى عندي صبر في كل يعني صبر في ان اكمل كمان وكمان وكمان وكمان. قابلت كام عقرب تقريبا في حياتك او عقرب؟ تالي ما فيش عقارب ستات. لا بقى كلهم رجاله. تقريبا يعني ولكن زي ما قلت لك في ناس كتير وفي ناس على فكره ممكن عملوا حاجات وانا ما وانت مش عارفاهم لحد دلوقتي. ممكن حد ناس كتير عملت حاجات وانا مش عارفاهم دلوقتي. زي ما حصل لي موقف في حياتي بس طبعا ما اعرفش يعني مش لازم اقول من دلوقتي. مش عارف برضه مش هقدر اقول عقرب لان انا الكلمه كبيره جدا على اي حد. هو العقرب صفاته ايه؟ صفاته انه بيبقى هادي بيلدعك وقت اللزوم. ايوه. في لدعه يعني بيلدعك فتقدر تخف بعديها. في حاجه بتموت بس ممكن نحطها برضو تحت مسمى الاذيه وخيانه. صح ولا لا؟ خانك في وقت معين. فالكلام هيبقى وجع كبير جدا وكلمه كبيره يعني على ناس ممكن بكلمهم. ولا انت شخص محترم جدا لان انت صبرت على الاذيه ومجرد الكلام مش عاوز تتكلم عليه. ممكن لان يعني لو قارنت الاذيه اللي حصلت لك وكلامك اني اهم؟ اكيد الاذيه اللي حصلت. اكيد طبعا. طيب اكيد بس
صدقني مش هعرف اقول برضو ايه ايه, إيه الناس هم مين، ولكن هكلمك في العموم. انا دلوقتي وانا قاعد قدامك، لا الناس كل في ناس كتير جدا 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 بتأذيني بتأذيني، وهو مش هو واخد باله ان بجيب سيره محمد شوقي مثلا في حاجات كتير جدا، في مواقف كتير جدا. مع احترامي للناس كلها في مصر، مع احترامي لكل اللي موجودين وللاعب وكل حاجه، انا مش غرور فيا، ولكن اديني حقي، اديني حقي من اذا كان ناس كتير جدا بتطلع تتكلم وتقول ان الحمد لله محمد شوقي من احسن نص ملعب جه في تاريخ الكره المصريه كلها، محدش بيطلع يقول كده. ممكن تشوفني على جنب تقول الكلمتين دول، لا انا عايزك وانت قدام الناس تقولها كده. محدش بيدي لك حقك يعني. بالظبط، فدي اذيه. فدي اذيه دلوقتي وانا قاعد قدامك، ناس كتير بتطلع جايه في تحاليل وكلام ورغي و و و و اللي بيقولوا عندهم شفافيه وعندهم ذاكره كويسه ومذاكرين كويس، وفي ناس بتطلع تقول اي كلام ومش فاهمه تقول ايه. ولكن انت بتاذيني برضو، لان بتنسى حق واحد عمل وحرم نفسه من حاجات كتير جدا، تعب حاجات جدا، شاف الاسود وشاف الابيض وعدى الاسود عشان خاطر نفسه وعشان خاطر بلده وعشان خاطر حاجات كتير جدا وما جاش سيرته. دخول مصر كاس العالم، قبل ما نبتدي فقره الحكايه قول لي تمنياتك وحاسس بايه لما بتشوفهم بيلعبوا في كاس العالم؟ ده كان يعني حلم جيلكو طبعا، ولكن هو جه على عليهم هم ووقتهم هم، والاعلان اللي انتوا طلعتوا فيه منفسنين منفسنين حقيقي. اكيد لا، مش بالدرجه دي، ولكن كل واحد كان بيتمنى ان هو يروح كاس العالم. وجيلنا انا اظن، واللي بشوفه في وش الناس وفي كلام الناس ليا في الشارع، ان من الاجيال اللي كانت تستحق ان هي تروح كاس العالم ببطولاتنا وبلعبنا وبشخصياتنا، لان الجيل ده كان معروف بشخصيته ان هو جيل يعني. مين غير محمد صلاح حاطط عليه امالك في المنتخب؟ علشان طبعا يعني هو خد نصيب الاسد. بصي انا بالنسبه لي، عشان طول حياتي بحس ان فريق كرة 11 او 10 او 20 فرد طبعا، انا بشوف صلاح عشان يجيب جول لازم وراه ناس نص ملعب تدافع عليه، وراهم ناس مدافعين يدافعوا كويس. مين حاسس في نص الملعب هايل يعني، بما ان دي لعبتك الاساسيه؟ بصي لا، هما مش هقول اسماء برضو، لا مش هقول اسماء، لكن انا شايفهم في اللي هم وصلوا له دلوقتي حاجه. ادعمهم شويه بس لما انا انا بدعمهم على فكره، بدعمهم وبيكلموني، في ناس كتير جدا بيكلموني منهم وبكلمهم وبدعمهم، ولكن عشان ما انساش حد، ساعات كده بنسى ناس، ممكن انسى حد وابخل حق حد، ولكن انا بقول لك كل الناس اللي ساعدت صلاح ان هو يجيب جول عشان اجيب لك برده من الاخر، ليهم حق برده وليهم فضل كبير في وصولنا لكاس العالم. طيب تعالى نروح بعقارب الساعه لفقره الحكايه ونشوف كابتن محمد شوقي لما يروح زمن مش زمنه وحكايه مش حكايته، يا ترى هيقدر يعيشها؟ هيستحمل معانا؟ لا الموضوع كان صعب جدا بصراحه. طب تيجي نشوف؟ يلا نشوف. يلا نشوف فقره الحكايه. احنا بنهتم بالشكل وبالمظهر وبالفلوس ولا ما بيفرقش معانا؟ اهم حاجه نقدر نعامل البشر، نحترم حلم كل حد. النهاردة في فقرة الحكاية هيكون معانا النجم الكبير محمد شوقي، هيوافق ينزل يقف هنا على باب النادي ويقول لكل الناس اللي داخلين ساعدوني أدخل وألعب، يا ترى هيساعدوه؟ تعالوا نشوف محمد شوقي في فقرة الحكاية. طبعا أنا بعمل شخصية أو حالة ممكن تبقى موجودة في المجتمع المصري، مش هقول ايه هي الحاله، ولكن اتمنى طبعا تجاوب الناس للحاله اللي هنشوفها واللي انا هعملها، وكل سنه وانتم طيبين واستنونا ان شاء الله. بعد اذنك دي بس، انا ممكن تساعدني العب في النادي الاهلي؟ ممكن في النادي الاهلي، في النادي هنا بس انا ما اعرفكش يعني، عشان خاطر انا خاطر اساعدك ليه علاقه في النادي الاهلي وكل حاجه، بس انا عايزهم بس يجربوني مره واحده. طب وريني مهاراتك. طيب انا معايا كوره، ممكن اوريني.
انت بتعرف الكوره؟ لا انا عايز اجربك تنطط الكوره كده، عايز اشوف بعيني. طب اتفرج يا باشا. يا باشا هساعده. طيب ماشي اشوف. طب اي حاجه ليه؟ طيب اتفرج يا باشا، ممكن اصورك فيديو على فكره. انت كويس بس انت محتاج شويه تدريب. مره دخلني بس جوه النادي. بيلعب كويس يعني. شايفه وشفته هو بيلعب كويس. لا لا بس يعني هو تدريبات ياخد على الملعب. بتعملوا ايه؟ هو عنده مهاره. راجل نفسه انا نفسي اساعده، انا نفسي اساعده بس هو مش قد كده بصراحه. بس هو في شباب محمد صلاح ايوه كلهم هو بنى عليه محمد صلاح يا عم. المهم بيعرف يلعب ولا لا؟ هو محتاج يبدا شويه. ايه ده؟ لا يا عم انا شكلي وحش يعني. هو عشان شكلي وحش؟ لا مش قصة شكلك وحش، يعني انت محتاج تحلق، محتاج تظبط نفسك. اللي بتتريق عليه ليه؟ لابس باروك. طب ما انت انا ما بتكلمش كلام يعني، ما تزعلش مني. انا بقلده. بس هو فعلا كله محمد صلاح بيقلده. العب معاه. يلا. انت محتاج تدريب اصلا. يلا معلم. انا كنت هساعدك على فكرة. بس انت مش قد كده. يلا معلم. قول يا عم. لا 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 انت محتاج تدريب على فكرة. انت محتاج تدريب. انت بتعرف تلعب صح؟ ده بيلعب وحش ولا حلو؟ يلا معلم. لا مش هو. امشوا ورا حلمك، ما تتخلاش عنه، اشرب شوتشات. كمل ورا حلمك. خلي بالك. ولا حاجة. بس عايز ادخل جوه. عايز ادخل جوه. عايز تخش جوه؟ عايز العب كوره جوه. اوكي. انا جوه. ايه جوه؟ ايه معلم؟ عايز العب كوره. انا جوه. تلعب كوره جوه؟ ازاي تلعب كوره جوه؟ جوه اعضاء. مستعيبه جوه. ما ينفعش يعني ادخل جوه؟ لا. اختبرني مره. اختبرك؟ بتعرف تلعب؟ كويس؟ جوه شوف جوه. العب كده وري. طب جوه وريني. لا لا. ممنوع جوه. امشي الشارع كده الباب اللي جاي. ما مره بس جوه. لا انا مش هنا. هنا خاص بالاعضاء بس. ودي طب الكابتن ممكن يوديك في اي نادي ثاني غير هنا. انا عايز اقول لي لا هنا مش هنا. شوف كده. عايز اقول لي هو عايز اقول لي هو عايز اقول لي ده. خلاص تعرف تلعب ورا الاستاذ. وريله. في الملعب جوه. لا. بعد. خلينا نشوف. طيب اعمل الاستاذ اهو. طب انت بتعرف تلعب كوره؟ طب ما ده خدني بس بقى. خدني بس. ايه؟ اوعى ايدك. طيب خدني بس. اوعى طيب ايدك. طيب ما تمسكش ايدي كده. ايه ده؟ خلينا نلعب. تعالوا انتوا مش عارفين ده مين وعمالين موقفينه. لا ما تقولش كده. تعالى اهو كابتن محمد. ينفع كده؟ ما تدخلوش. ينفع؟ لا كنت عارف كنت هتوقفه. استحاله استحاله. كابتن زكريا فين؟
انت عارف هو مين؟ جاي يعني؟ طب اقلع لهم. قول له شوقي عايزك. كلمه قول له شوقي عايزك. كابتن زكريا ناصر دخل. ومش عارفك؟ لما عمل لي كده وسابني وماشي. كابتن زكريا ناصر. الجو حل. عشان كده بقول لكم في حاجه حصلت انتوا مش واخدين بالكم منها. كابتن زكريا ناصر دخل. تامر كابتن تامر النحاس. كابتن تامر النحاس ومعاه 2-3 لعيبه داخلين النادي الاهلي. محدش عارفني. فانا بقول لك خلاص. انا قاعد اقول لك خلاص. طب انتوا عارفين؟ تعالوا طيب. طب تعالوا محدش راضي يدخلك خالص. اقلع لهم بقى. كابتن زكريا هو اللي اقلع. كابتن زكريا هو اللي كان هيموت لي. يلا. يلا نستخبى. يلا نستخبى. من بعيد. لا كده شايفنا انت كمان. انت ما باين قوي. تعالى من ورا العربيه. من ورا العربيه. شفت المفاجأة؟ انت تقلع في الحته اللي انت عايزها. ماشي جدا. رجع لك حمدي معاك على طول. اكلمك. حلوه قوي. سلام. وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طيبين واحنا مبسوطين ان انت نزلت معانا. انا شفناك وانت بتقول ستوب يا جماعه. لا مش قادر بصراحه. الموضوع لا مش سهل. صعب. وبعدين يعني انا دخلت النادي وعشت في النادي وخدت بطولات وكل حاجه فالموضوع لا بعيد جدا فلا. بس هو طبعا طموح لاي حد ممكن ربنا يكرمه ممكن اي حد لكن الموضوع صعب جدا. انا بشكرك. احنا هنروح دلوقتي الاستوديو وهنكمل الحوار. عشان كفايه بصراحه كفايه. علشان هو درجه الحراره 42 وواقف في عز الحر. وكفايه وخلاص الدموع. طب ليه دموع؟ مش عايزين دموع. أكيد لما شفت الحكاية على الورق غير لما عشتها. طبعاً. الفقر والشكل اللي احنا شفناه مش هنقول متسول بس هو شخص فقير قوي ما عندوش أي إمكانيات وتقريباً باين للناس إن هو في حالة ذهنية مش مستقرة لأنه ما فيش حد في الثلاثينات شكله كده عاوز يدخل جوه النادي ويلعب فشكل إن أنت حد فقير. وحد مش مشهور ولا ناجح ولا عنده عيلة ولابس اللبس ده حسيت بإيه بعد نجاحك ووصولك إن أنت لما كل ده اتاخد منك في لحظة حسيت بإيه؟ إحساسي طبعاً أنا شفتيني وأنا بقول لكم لا مش قادر خلاص يعني وصلت الحالة لما بقيت أفكر أنا الأول كنت الموضوع كنت واخده بتهزر شوية بدأت أهزر بدأت قلت الموضوع كويس عشان بنوصل رسالة معينة للناس ولكن لما بدات احس ان الموضوع بدا لا فعلا وانا بفكر وانا قاعد ان فعلا لو انا مكان حد كده لا الموضوع صعب جدا بالنسبه لي لان انا شفت دخولي النادي كان عامل زي من انت من اول ما يعني قلنا للناس او انت شلت الباروكه والدقن والحاجه انت على طول في ثواني مشيت احنا فضلنا نصور كل الناس اللي جوه النادي خرجوا على اساس ان هم اتحكى لهم ان كابتن محمد شوقي كان هنا وبيصور. كان نفسي تشوف اللحظه دي وانا واقفه اصلا يعني الناس بتسالنا وانت مشيت من كتر ما كنت متوتر ولا كنت خايف ولا اثرت عليك نفسك يعني قول لي ساعتها حسيت بايه؟ التلاته. الدموع كانت في عينيك كمان انا شفتها. التلاته ما انا بقول لك الموضوع صعب جدا مش سهل وبعدين خروجي من النادي بايدي هي اللي كانت هي اللي كانت برضو فكرت فيها واحنا بعدين بنتكلم حتى في اخر حته لما شفنا وحشك طبعا طبعا لا عشت ايام كويسه كتير جدا في النادي لما شافك كابتن زكريا وما عرفكش
حسيت بايه؟ حسيت ان فعلا دي مش حياتك انت، مش انت. لان كانت زكريا هو شاور لك ومشي، يعني زي اي حد مثلا لما بنشوف خلاص حد يعني انا كنت ممكن انا كنت ممكن يعني اعمل كده لما اشوف، لان مش ده الطبيعي يعني. يعني احنا عملنا الحاله معظم الناس كانت هتبص وهتمشي بالظبط يعني. لان زي ما بقول لك مش كلنا. احساسك لما شفت كابتن زكريا كابتن زكريا في الطبيعي هو اول ما بيقابلني هي شوكس وبيحضنني وبحضنه يا زيكو. هو شخصية يعني حلوة جدا ومحترم جدا. ولسه كنت معاه من قريب، فلما حسيت بكده انت حسيت كمان ان انا خلاص. خلاص انت ساعتها قلت يا جماعة خلاص، طب يعني خلاص بقى خلاص مش قادر. قلت لنا انا مش ممثل تعالوا. انا مش قادر. روحت فكرت في الموضوع؟ لا، وانا لما روحت البيت خلاص. لكن طبعا حكيت لمراتي ايه الموقف، ولكن وانا مروح بجد حسيت باللي احنا كنا عايزين نوصله. ان فعلا لو حد مش قادر يعمل كده ومش قادر يوصل لان هو يلعب كوره، طبعا احنا عملناها بالطريقه بعيده شويه، واحد عنده 30 و40 وعايز يدخل النادي بالطريقه اللي احنا عملناها دي. بس يمكن في ناس كتير قوي بتلعب كوره في الحياه الطبيعيه وتقول كان نفسي وانا صغير، يعني متهيألي نص الشباب اللي في الثلاثينات كان حلمهم وهم في العشرينات يلعبوا كوره. بفرق بس ان احنا عملناك فقير قوي او هي دي. وانا برده مش هو ده الطريق السليم للدخول النادي. الناس تصدق ممكن لو الطرق كانت غير كده كان ممكن تبقى حد يسمعني، ولكن ان هو ياخد اكشن ان هو يعمل لك اي حاجه. كابتن محمد بشكرك ونورتنا، وكنت سعيده جدا ان انت معايا النهارده. شكرا ليكي، وانا كنت مبسوط جدا معاك النهارده. عقارب الساعه وقفت والحلقه خلصت. استنونا بعد رمضان في الجزء الثاني من حلقتنا في عقارب الساعه مع محمد شوقي.